تسمى بأسمة الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. نعيش مع رسول الله ليتبين لنا الداء والدواء، فإذا ما عرفنا الداء فلا بد أن نأخذ من الدواء. والدواء كما يقولون أيها الأحباب في مجال الطب أن هذا الدواء ليس له بديل، إنما هو دواء أصيل من كلام الصادق الأمين الذي قال عنه الله جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. نعيش مع رسول الله لنتعلم مكارم الأخلاق، وأول ما أبدأ به هذا الحديث الذي صح عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما انتشر وتفشى في الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي
الدين الذي علم الصدق كيف يكون صدقا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون صادق وهو الملقب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بالصادق الامين؟ بعد الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم: انا سعيد ببيت. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: انا سعيد ببيت. واين هذا البيت؟ في مكان راقي تريد ان تسكن فيه. في اي مكان؟ في الجنة. والجنة من فيها؟ يكفيني ان اقول لك ان تكون جارا لرسول الله، ان تكون جارا لابي بكر وعمر، ان تكون جارا انت واسرتك واولادك لاسماء وعائشه وفاطمه رضوان الله عليهم، وجمعنا الله واسرانا واولادنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، انا سعيد ببيت. اسمع، في روض الجنه. لمن يا رسول الله؟ يقول: لمن ترك الجلال وان كان محقا ولو معك الحق، ولكن تكسر بالجدار والصرصره والكلام حتى يؤدي الى النفور والى الكلمات، وهذا يتكلم وذاك، وتسير الاخلاق حتى يصل بها الحال الى الفرقه والى التنافر. وانا لله وانا اليه راجعون. اسمع الى ذي: وانا زعيم ببيت. لمن ترك الكذب، والكذب اصبح الان دبلوماسيه. وانا لله وانا اليه راجعون. اصبح الان الكذب يا عم الشيخ ناكل به طعام، ناكل به عيش بدون الكذب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا ورب الكعبة ما فرح إنسان كذب أبدا أبدا والله، لأن الله أعلنها في كتابه فقال: ويل يومئذ للمكذبين. في عشرات بل مئات الآيات في القرآن الكريم الله يعلنها حرب على الكذبة. اللهم اكفنا شر الكذب ومن أهله يا رب العالمين. اسمع، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، في قلب الجنة، في وسط الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. يعني مازحا يعني من باب الهزار، نكتة. سبحان الله، وبعض منا من يستحب الدم يتحدث بأحداث وكلمات، ونسي أن الله يسمع ويرى وأنه يسجل إما لك وإما عليك. نعم والله، قد قرأت حديثا لرسول الله يقول فيه: ما من مسلم يضحك قوما على مسلم واحد. ذكر نكتة، ذكر طرفة، ذكر كلمة يضحك على فلان. انظر إلى فلان هذا الأعرج، انظر إلى فلان يضحك من حوله. سبحان الله. اسمع إلى رسول الله يقول: من أضحك قوما على رجل مسلم أضحك الله عليه الخلائق يوم القيامة. أي مصيبة ذاك؟ من أجل ذلك النبي يقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ثم انظر إلى الصنف الثالث. الصنف الثالث يتكلم عنه النبي: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقا. أعلى الناس وأشرف الناس هؤلاء، بل ويكونون كتفا بكتف في من قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث وغيرها إن دلت على شيء فإنما تدل على هذا الداء الذي تفشى في الأمة، وتلك الأنفاس التي يسمعها أحبابي إخواني في الله من سب ولعن وتشدق في الكلام وتضارب على الأعراض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالوا ندخل بين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى. أنس يقول رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان رسول الله، ومن هو أنس؟ خادم النبي. دخل بيت النبي أنس وهو ابن عشر سنوات، أي تربى على يد رسول الله، علم كيف يكون الحديث من رسول الله، علم الأخلاق ومكارم الأفعال ومكارم الأقوال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، في بيته وفي غير بيته صلى الله عليه وسلم. وذاك داء عظيم، ربما الواحد منا خارج بيته يتحلى ببعض الأشياء، يلبس ماسك أمام الناس، كلماته معزبة، ورجل طريف ورجل ظريف ورجل سبحان الله، ولكن إذا ما دخل بيته إنا لله وإنا إليه راجعون، ربما يتحول إلى عفريت لا تسمع منه إلا سبة، وإلى شتمة، وإلى أرفاص مزيئة. يقول لزوجته: يا فلانة، وأنت كذا، من أسماء الحيوانات كما ذكرت.
الصحيح: أهذه خديجة؟ قال: نعم. أي جبريل؟ قال: بشرها. قال: بيه أبشرها بأي شيء؟ قال: أقرئها من ربنا السلام. يا خديجة، الله من معنى العام الدارج الله يلقي عليه السلام، الله يسلم عليه. سبحان الله، أكرم بأمي منها، أكرم به من جرى. سبحان الله رب العالمين. أقرئ خديجة من ربها السلام وقل لها: يا خديجة اسمع بالله عليك، إن الله يبشرك بالجنة ببيت من قصب، ليس القصب الذي يؤكل أو يمص ذاك، لا، قصب أي من جوهرة. بيت خديجة كله من ساسه إلى رأسه من جوهرة واحدة، كما قال أهل العلم من قصب، اسمع، من قصب لا نصب فيه ولا صخر. يعني ما نصب؟ يعني لا تعب. وما هو الصخر؟ أي سوء الألفاظ والكلمات البذيئة. بشرها بها. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل يقول لك أن الله يقرئك السلام. فقالت الحكيمة المفقهة المعلمة على يد رسول الله، قالت: الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله. اسمع لماذا بشرت ببيت لا صخر فيه ولا نصب؟ قالوا: لأن خديجة عاشت وماتت ما يقرب من ربع قرن، 25 سنة، ما رفعت صوتها فوق صوت رسول الله 25 سنة، ما تكلمت بكلمة قد رفعت فيها صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدلها الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك ببيت يا خديجة لا صخب فيه ولا نصب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعالى مسير معهم في دنيا الناس حتى تكتشف هذا المرض الذي نسمعه يوميا في الطرقات وفي أحوالنا وأمامنا ومع جيراننا ومع أصدقائنا. انظر إلى حال النبي صلى الله وسلم على رسول الله، كيف كان يعالج الأمراض صلى الله عليه وسلم، أمراض الأخلاق، وكيف كان يكون رد فعل النبي إذا ما وجه إليه كلام صلى الله عليه وسلم. صح عن الحكم، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من أصحاب رسول الله. انظر إلى تلك المواقف وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعالجها صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي يدخل يصلي مع رسول الله، فبدأ يكبر تكبيرة الإحرام والإمام هو النبي، اللهم اجمعنا مع رسول الله. بالله عليك، كم تدفع وتسلم على رسول الله؟ كم تدفع وتسمعه ساعة؟ طب ما رأيك إن أخبرتك أنك بإذن الله سوف تكون معه، ولكن بشرط أن تكون مقتديا به وأن تسير عليه. أقسم بالله، لا فلاح ولا نجاح ولا استقرار ولا أمن ولا سعادة ولا أي أمر فيه أي تقدم إلا في منهج رسول الله، لأن الذي أخبرنا بذلك الله قال لنا: وإن تطيعوه تهتدوا. ثم قال لنا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اسمع، نعم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى هذا الصحابي معاوية بن الحكم، وكان لا يعرف أحكام الصلاة بعض منها، فلما وهو في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم والإمام صلى الله عليه وسلم، فما كان من رجل من الصحابة إلا وأنه أسابه العطاس. عطس رجل في الصلاة في مشكلة ربما، فما كان من هذا الرجل إلا وأنه قال بصوت مرتفع: يرحمك الله في الصلاة. فما كان من الصحابة إلا وأنهم نظروا إليه فحدقوا إليه النظر، فقال لهم في الصلاة: واسك لهم يا لماذا تنظرون إلي؟ كل ذلك في الصلاة. فما كان من الصحابة إلا وأنهم ضربوا على أفخاذهم ليسكتوا، فيقول فسكت. تخيل هذا الرجل كيف قضى صلاته من التفكير: ماذا يصنع معي النبي؟ وما الجرم الذي فعلته أنا؟ وماذا سوف يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى مكارم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا عباد الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه، انظروا إلى من يتجهم عليه الآن ممن لا يساوي لا درهم ولا دينار. ذاك الذي قال: جبلة القرود، أي قرد يا قرد؟ سبحان الله، سبحان الله رب العالمين.
أما كفالة تأليف؟ أما ضاعت الأمة إلا بسبب التأليف؟ سبحان الله رب العالمين يا عباد الإخوان في الله. اسمع إليه كيف صنع النبي بعد أن سلم من أبي وأمي، بعد أن سلم فإذا بهذا الصحابي يرتعد، ولكن انظر إلى هذا الرجل يقول: فنظر إلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: يا أخي تعلم الصلاة الأول، طول عمركم تفضل. ما قال ذلك، والله ما عبس في وجهه صلى الله عليه وسلم، إنما قال: يا معاوية. قال: نعم يا رسول الله. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فبكى سيدنا معاوية لأدب رسول الله وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما وجدت أحسن معلما يعلم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون رد الفعل؟ كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه؟ لما وقد قال له؟ لما ولا وقد قال الله رب العالمين: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لتركوك. سبحان الله. والشيء الذي يرجع القلب أن الواحد منا يعيش في الإسلام الآن عمره 40 سنة و50 سنة، وربما ما يعرف من القرآن إلا رسمه ومن محمد إلا اسمه صلى الله عليه وسلم. وتلك ضامة كبرى يا أخي، اجعل في بيتك 3 من الكتب، خذها معلومة من أخيك الصغير، كتاب يتحدث عن حياة رسول الله، إذا ملت بك الدنيا ادخل وعش مع رسول الله مع صفحتين أو 3 أو 4 مع رسول الله، وانظر إليهم في مواقفه وحياته. الكتاب الثاني كتاب تتعلم فيه التفسير، لا نريدك شيخا ولا عالما، إنما نريدك أن تعرف أبجدية الدين، كتاب التفسير للقرآن، حتى إذا ما قرأت ما العاديات ضبحة تقول: ما العاديات وما الضبحة؟ ما تعرف العاديات وما الضبحة؟ الكتاب الثاني للفقه حتى تعرف كيف تغتسل وكيف تتوضأ. الكتاب الرابع ولا مسطر عليه كتاب لحديث رسول الله، كل يوم تقرأ حديث من أحاديث رسول الله. يا عم عرفك مشغول، سبحان الله رب العالمين. والله العظيم تلك الشماعة التي أحباب إخواني في الله قسمت ظهر البعير أحباب الشغل شغل، أنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع بالله عليه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج؟ عالجه بابتسامة، عالجه بكلمة صلى الله عليه وسلم، بل أصعب وأشد من ذلك. والله موقف لو كنت أنت موجود فيه لم فعلت، ووالله ما استطعت ان تملك نفسك. والحديث في الصحيح ان رجلا عربيا يدخل مسجد النبي والنبي جالس. هل انت متخيل المشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابه من حوله، فدخل رجل عربي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقام هذا الاعرابي بامر يا احبابي يكاد ان يوقف العقل تفكيره حينما نراه على تلك الحال. فقام في مسجد النبي الذي الصلاة فيه بألف صلاة، وفي حضرة النبي ومع أصحاب النبي، فقام هذا الأعرابي أمام الصحابة ليرفع من ثوبه ليقول في مسجد رسول الله وقريب من رسول الله. هل متخيل المشهد؟ ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي؟ فما كان من أصحاب رسول الله إلا وأنهم أرادوا مثل الذي أنت أردت الآن. قام الصحابة إلى هذا الرجل، انظر إلى من أرسل رحمة للعالمين، انظر إلى من علم الأخلاق كيف تكون الأخلاق، انظر إليه صلى الله عليه وسلم. فما كان منهم إلا أن قال لهم: مهن إن أين دعوه. فجلس الصحابة ثم قال لهم: لا تسروا، أي لا ترعبوا الرجل، لا تخيفوا الرجل. وهذه ملمح طبي، لو أنك أخفتهم عند التبول ربما لحبس البول في المثانة، وربما لأوجعهم، فتكون قد تسببت في ضر وفي تعب وفي ألم لرجل مسلم. هكذا هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر النبي قال: لا تزوروه، أي لا ترعبوه ولا تغيبوه، اتركوه. وبالفعل وما زار الرجل يقول حتى انتهى في مولده. ثم نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت عال. فجاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا أخا العرب، إن هذه المساجد لا يصلح فيها إلا الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الأعرابي؟ فإذا بالأعرابي يرفع يده إلى الأعلى ويقول تلك الكلمة
التي من أجلها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم يا رب، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. وأشار إلى أصحاب رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد ضيقت واسعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى معالجته صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أحوالنا الآن إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج: رأى رجل مغمور في نور الله رب العالمين، فسأل جبريل: يا جبريل، من هذا؟ قال: يا محمد، ذاك رجل لم يعق والديه ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا إلى أفضل الأخلاق وإلى صالح الأخلاق، لا يهدي إلينا إلا هو، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله عما ترك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وزد على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. عباد الله، لقد سمعتم إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا أن الداء والدواء قد أظهرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه صلى الله عليه وسلم. فإن الداء الذي قد تفشى وتعدى وطغى في الأمة أنا وهو سوء الأخلاق والعياذ بالله، إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. سبحان الله، إذا كان هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مع أصحابه، فكيف معاملته مع غير زيدين، أي من أعدائه صلى الله عليه وسلم. يأتي إليه حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى زيد بن السعنة. هذا الرجل يهودي وحبر، أي عالم بالتوراة والإنجيل. يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دبر خطة في ذهنه، ألا وهي: جلس يوما هذا الرجل يقول: والله لقد تأكدت وعلمت وتبين لي جميع صفات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صفة واحدة أريد أن أتحقق منها بنفسي صلى الله وسلم على رسول الله، ألا وهي صفة العلم. كيف هو يهين؟ هل يجهل حينما يجهل عليه أحد؟ لو أن إنسان سبه، هل يرد له القول بالقول؟ كما نقول الآن: من نظر إلي بعين ننظر إليه بإثنين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن سببتني بكلمة جئت إليك بعشرات الكلمات، ونجهل فوق جهل الجاهلين كما قال الجاهلون: وإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع من هذا الرجل يقول: جلست يوما أنظر إلى صفات محمد صلى الله عليه وسلم، فتحققت أمامي الواحدة بعد الواحدة إلا صفة العلم. كيف هو يتعامل مع الناس؟ وكيف لو رد عليه جاهل أحمق وتكلم عنه وتكلم معه جاهل ووسطه؟ فيقول: تحينت الفرصة، أي أخذت أنظر إلى فرصة أدخل بها لأن أتعامل مع محمد بالدرهم وبالدينار. وجاءت الفرصة أنني كنت يوما أسير، فسمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول، فسمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: هذا الرجل من رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم يريد مالا، هل عندنا من مال يا علي؟ فقال له الإمام علي: ليس الآن يا رسول الله، ما عندنا شيء. فيقول زيد: فدخلت فقلت يا محمد، هل تستقرض مني؟ هو الذي عرض على النبي: هل تستقرض مني؟ في رواية شعيرة: هل تستقرض مني شعيرا؟ وفي رواية: 20 أوقية من الذهب، هل تستقرض مني؟ قال: أي نعم. قال: إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى، أي بعد 5 شهور أو 10 شهور أو على ما اتفق عليه هو والنبي صلى الله عليه وسلم. فوافق النبي وأخذ النبي المال 20 أوقية من الذهب أو 30 صاعا من الشعير، واتفقوا على مدة معينة، وأخذ النبي الطعام وأعطاه الصحابي وذهب الصحابي. وما هي إلا بضعة أيام، 3 أيام، 5 أيام، 6 أيام قبل موعد الدين بشهور.
وفي جنازة لرجل من الأنصار. تخيل المشهد، في جنازة والنبي في وسط الجنازة يشيع الجنازة، وإذا بهذا الرجل اليهودي ينظر إلى رسول الله، فصار من خلفه حتى وصلوا إلى المقابر ووضعت الجنازة. وقبل دفن الرجل انظر إلى هذا الموقف الذي ما يستطيع أحد أن يتعالج أو أن يعالجه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل أمام الناس وأمام الصحابة، والموقف شديد والظروف صعبة للغاية. قال: يا محمد اعطيني حقي، إنكم يا بني عبد المطلب والله إنكم لأهل ظلم وأهل مظلم، إنكم تأكلون أموال الناس، اعطيني ديني. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إليه عمر وسل سيفه عمر، فارتعب الرجل لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يغير على رسول الله، عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يغير على النبي من نسمة الهواء التي تلاعب خد النبي صلى الله عليه وسلم، لو تمكن منها عمر لقتلها. يقول لها: ابعدي عن خد رسول الله. فكيف يتحمل عمر أن يقول هذا الرجل لرسول الله: إنكم أهل ظلم؟ سبحان الله. فما كان من عمر إلا أن سل سيفه فارتعب الرجل، فقال النبي: على رسلك يا عمر، اجلس اجلس يا عمر. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى زيد، وقال: أن تعال. ثم قال لعمر: أن تعال يا عمر. قال عمر: يا رسول الله، أيقول لك أمام الصحابة؟ وأي دين له هذا الرجل يا رسول الله؟ فقال: نعم يا عمر، إن له حق، إن له حق يا عمر. وكنا نتمنى منك يا عمر، اسمع إلى رسول الله، وكنا نتمنى منك يا عمر أن تأمرني أنا، تأمر من؟ النبي محمد بحسن الأداء، وتأمره هو بحسن الطلب. يا أخي فرصته بالراحة ومعليش، واستنى الجنازة، واستنى بعد الجنازة، وبلش أمام الصحابة، وتأمرني أنا يا عمر، وترشدني وتقول لي: يا رسول الله ادفع اللي عليك، وتعال ادفع اللي علينا. يا عمر اسمع إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما نظر إلى النبي إلى الرجل وقال له: أن تعال يا عمر. قال: نعم يا رسول الله. قال: خذه إلى بيت مال المسلمين وادفع له 60 صاعا من الشعير، وزده 20، وزده 20، وزده 20. الله أكبر. فما كان من عمر إلا قال: يا رسول الله، أو يسلو إلينا ونزيده في العطاء؟ قال: أنا أقول لك زده 20. فقال: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنك أخفته، لأنك روعته بسيفك يا عمر. هذه أخلاقنا، هذا هو قائدنا، هذا هو قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أخفته يا عمر، ادفع حق الخوف. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن الأمة من مشرقيها إلى مغربيها تعيش في هم الخوف. لماذا؟ لأننا تخلينا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله رب العالمين، من أغبى أغبياء خلق الله من يعلم داءه ودواءه، ثم يبدل الحال، يأخذ الداء ليعالج به دواء. رجل هذا عاقل. إنا لله وإنا إليه راجعون. فدفع الرجل سيد عمر فأعطاه العطاء 20 زيادة. قال: ولم 20 زيادة؟ قال له: من أجل أنني أخفتك. فما كان من الأعرابين إلا وأنه ذهب يهول إلى رسول الله. قال: والله ما أردت لا درهما ولا ثمارا ولا شعيرا، إنما أردت أن أتحقق فيك ما أردت أن أتحقق، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخلاقنا. إن كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر عبد الله، أنا لا أريد أن أطيل كثيرا لأنه قد وصلت الجمعة عندما له قلب. أخلاقنا عباد الله، أخلاقنا. انظر إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، أقتطف أبا بكر، أبا بكر انظر إلى تواضعه وإلى أخلاق أبي بكر. أبو بكر الصديق قبل أن يتولى الخلافة يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يعمل؟ كان هناك عمل خفي له لا يعلمه أحد إلا الله، وتلك المرأة العجوز التي نشرت الخبر. عمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق كان يدور على بيوت المسلمين من الفقراء والضعفاء والأيتام. أبو بكر بعد صلاة الفجر ماذا يصنع؟ كان يحلب لهم الشياه التي عندها شاء يحلب لها الشاء، والتي عندها جاموس أكرمكم الله يحلب لها الجاموس، والتي عندها بقر هكذا ابتغاء وجه الله، يطرق الأبواب ليلا ليلا ليلا. فلما ولي الخلافة ماذا يصنع؟ هل سوف يذهب إليهم وهو من هو؟ أصبح الرجل الأول في أمة النبي الآن. وكانت هناك امرأة عجوز في آخر ضواحي المدينة،
وسمعت بخبر أن أبا بكر ابن أبي قحافة تولى الخلافة. سبحان الله. وجاء الصباح وكانت لهذيك المرأة العجوز بنت صغيرة. نادت البنت الصغيرة على أمها بعد الفجر، قالت يا أمه ألم يأتي الآن؟ لما لم يأتي حتى الآن؟ لما لم يأتي حتى الآن؟ حارب الشاب، حارب الشاب. فقالت الأم أي بنيتي أين نحن وحارب الشاب؟ أين هو وأين نحن؟ إنه هو الآن خليفة، خليفة لأمة النبي بمشرقي آل مغربي. أهو الآن يتذكر من هو مثلي ومثلك؟ فما انتهت من الحديث، وقبل أن تنتهي ربما إلا وسمعوا باب يطرق. فذهبت البنت الصغيرة لتفتح الباب، فوجدت من؟ وجدت الرجل الذي أدبه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة المسلمين عمر أبو بكر الصديق. فقالت الأم أي أمة قد جاء حال الشاه؟ فجست الأم على ركبتيها لتبكي وتقول بلسان الحال رجال رباهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق، والله لا أطيل كثيرا، بل تابع التابعين لتنظر إلى رب الفعل. انظر إلى أحوالنا وانظر إلى تلك الأشياء التي قد ظهرت وتفشت فينا عباد الله. هذا إبراهيم بن أدهم أراد رجل أن يختبر أخلاقه، وكان رجل يهودي. هذا الرجل الذي يتحدث مع إبراهيم بن أدهم رجل يهودي، جاء إليه في مجمع من أصحابه وقال له، قال يا إبراهيم، لإبراهيم بن أدهم، يا إبراهيم أزين كذا؟ اسمع بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا إبراهيم ألحيتك هذه أفضل أم زين الكلب؟ لا عليك كيف يرد على هذا وذاك. لحيتك لحية، هذه لحية أفضل من زين الكلب؟ فنظر إليه إبراهيم الذي دعمنا من الصادق الأمين، قال سبحان الله، والله لو دخلت لحيتي الجنة لهي أفضل من زين الكلب، ولو دخلت النار لكان زين الكلب أفضل من لحيتي. فبكى اليهودي وقال ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو دين أبا بكر، إنك تستطيع أن تدعو إلى الله رب العالمين بصمت عباد الله. نعم يا أبا بكر، فما أحوجنا إلى أن نعود إلى الله وإلى رسوله وإلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن أولادك مثلك، إما أن تكون عندك من الأخلاق الكريمة، وإما أن تربيهم على البزالة وعلى غير ذلك. وأقول لك تلك البشرى من رسول الله. هل تحب أن تكون قريبا من رسول الله؟ في رب الكعبة، هذا ما أتمناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم، أبغض الناس إلي أكرههم، من هم يا رسول الله؟ وأبعدهم مني مجلسا. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، الفاحش البذيء. سبحان الله. وأختم كذلك بتلك الصفة التي نسمعها الآن، وتلك الألفاظ التي نسمعها الآن كثيرا في شوارعنا وعند بعض الخصومات والمشاكل، من السب واللعن، من سب للدين وغير ذلك من تلك الأمور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا، إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اسمع، وإن من أبغضكم وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة. اسمع، المتشددون، المتفيهون، الثرثارون. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الثرثارون، المتشددون، المتفيهون. قالوا يا رسول الله قد علمنا المتصرصرون، اي كثير الكلام، رجل دائما في كلام 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 كلام، عفاضي المليان كلام كلام، ثرثار. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنه. الثاني المتشددون، المتشدد وهو الذي يتكلم ويتطاول على الناس، والمتفيق وهو
وهو الذي يصبر عيوب الناس والعياذ بالله. قال لي هؤلاء في غاية البعد عني وأنا لا أعرف ولا يعرفونني. فاتق الله في نفسك وفي لسانك، واعلم أن أفضل ما تقابل به ربك يوم القيامة أن تكون عندك من الأخلاق الكريمة ما يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا تقول أنا لا أتكلم بالكلام البذيء، ولكن ربما أسمع إلى الكلام البذيء، أسمع إلى الكلام البذيء. والآن الأمة فيها سميعة كثير والله العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول خالد الرابعي، أختم جمعتي بهذا، خالد الرابعي يقول: كنت في مسجد الكوفة الكبير، فجلس جماعة من الناس فذكروا فلان، فكر صاحبنا فلان، كما يصنع بعض الناس، فكر فلان صاحبنا فلان في الشغل، سبحان الله. فيقول خالد: بدأوا يتكلمون في سيرة رجل، فقلت لهم: اتقوا الله وأحسنوا إلى أخلاقكم واعلموا أن الله يسمع ويرى. فانتهوا، ثم عادوا مرة ثانية يذكروا فلان ويقول: وأنا أسمع. ثم في المرة الثالثة تركتهم وقمت، فذهبت إلى بيتي، فجن علي الليل، فدخل علي الليل، فنمت في ليلتي، فرأيت ما كما يرى النائم، أي رأيت رؤيا في منامي، رأيت رجل عبدا زنجيا لا يأتي إلا بشر ورؤيته لا تصر، فرأيته في منامي وقد جاء بقطعة من اللحم، ولكنها لحم خنزير، ويريد أن يدفعها في فمي، وأنا أقوله: لا، أما ذلك فلا، كل ذلك في المنام، أنا لا أكل لحم خنزير. فقال لي هذا الرجل السنجي الذي لا يأتي إلا بشر، قال: لقد أكلت ما هو أشر من لحم الخنزير حينما استمعت إلى غيبة أخيك بالأمس في المسجد الكبير. فيقول خالد: كنت من نومي منتفضا، ووالله مكس فمي، مكث فمي، اسمع، ما يقرب من 30 إلى 40 يوما ورائحة اللحم الندم فيه، أو كما قال هذا الرجل، وقد ذكرها السمرقندي في كتابه. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وآجالنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور وبعيب مستور وبتجارة لم تبور، وأن تجمعنا في الجنة مع النبي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. اللهم إنهم من بيننا مرضى، نسألك أن تعافيهم وأن تداويهم. اللهم لا تخرج صاحب الحاجة من المسجد إلا يسرد أمرك، شرحت صدرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. اللهم إنا نسألك أن تجعلها كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لمصر وأهلها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، أن تحسبنا ونعم الوكيل. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجمع شملنا وتوحد صفنا وتحمل دماءنا وأن تحببنا في بعضنا وأن تطر شياطين الإنس والجن من بيننا، أن تحسبنا ونعم الوكيل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في جمعتنا أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا نكت في بيوت المسلمين إلا نزعته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا رب العالمين. تشرفت برؤياكم وتمتعت برؤياكم، أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد، وأقم الصلاة.